في عناوين النشرة: ماجد الماجد كنز من القاعدة، عيدية العام في قبضة الجيش، وعيدية اللواء عباس إبراهيم خلال شهر. إن شاء الله موضوع الرهبات أو موضوع المطرانين بينتهي قريبا. انهيار أمني وهروب سجناء في الفلوجة، ومقتل زعيم داعش في الأنبار في مواجهة مع الجيش. وفاة السفير الفلسطيني في تشيكيا بانفجار عبوة في منزله. في الخاص: وجههم الآخر أمام الكاميرا أيضا. العالم يستقبل العام الجديد بنار من الاحتفالات. وفي لبنان عاصي وهيفا كسبا الرهان. ما لازم شيء يوقفنا كلبنانية. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.